تعتمد على المنتجات المحلية وخاصة الخضروات الطازجة. تعرف على أبرز الأطباق على المائدة النيوزيلندية. هانغ ليس طبقاً بعينه، بل تقنية طهو خاصة قديمة تعتمد على طبخ المكونات بواسطة الصخور الساخنة الموجودة في حفرة مخصصة، وتستخدم هذه الطريقة حالياً في المناسبات الخاصة أو المهرجانات في احتفاء بتقاليد الطبخ النيوزيلندية القديمة. السمك والبطاطس. تعتبر وجبة السمك بالبطاطس من الأطعمة الشهيرة بنيوزيلندا، وهي من الأطباق المتأثرة بالمطبخ الإنجليزي. ويعتقد السكان المحليون في نيوزيلندا أن الإنجليز اخترعوا السمك مع البطاطا، ولكن تحسن هذا الطبق في نيوزيلندا، لذلك اشتهرت بنيوزيلندا بالأسماك مع رقائق البطاطس ونالت شعبية كبيرة. كومارا طبق حلو مكون من البطاطا الحلوة، وأفضل طريقة لتجربة كومارا هي وصفة هانغ، ولكن أيضاً هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها دمج كومارا في مطبخك الخاص. الإوزة الاستعمارية. يعود الاسم الطريف إلى كون الرواد الاستعماريين الأوائل امتلكوا وفرة من الخراف بينما ندر الإوز لديهم، وهي فخذ خروف أو حمل مشوية، وتعد من أكثر الأكلات الشعبية في نيوزيلندا وأشهاها. ويكثر إعداد الإوزة الاستعمارية في الأعياد التي تأتي في فترة منتصف الشتاء، ويتم إعدادها بحشو الفخذ بالمشمش الجاف والعسل مع القليل من النبيذ الأحمر. كينا هو الاسم المحلي لنوع من قنفذ البحر ذي قشرة خارجية شائكة صلبة ورقيقة صالح للأكل، وهي أكلة تشتهر بها نيوزيلندا منذ عدة قرون. أما أشهر أطباق الحلوى على المائدة النيوزيلندية فمن بينها البسكويت الأفغاني، هذا النوع من الحلوى يشترك فيه مع المطبخ النيوزيلندي المطبخ الأسترالي، يتم تحضيره من عجينة غنية بالكاكاو ورقائق الذرة، وعادة ما يعلوها قطع من الشوكولاتة وقطع من الجوز. من المعتقد أن الاسم لا علاقة له بدولة أفغانستان، بل يتعلق باللون الداكن للبسكويت. بافلوفا حلوى نيوزيلندية شهيرة تحمل اسم بافلوفا، وهي راقصة باليه روسية معروفة، وتتسم هذه الحلوى بالشكل المموج من الخارج، ومن الداخل تتسم بأنها رقيقة وخفيفة. وتعتبر البافلوفا من الأكلات الشهيرة في نيوزيلندا، ويتم تقديمها بالعطلات وفي الحفلات وخاصة في فترة الصيف. كعكة المصاصة. كعكة المصاصة هي كعكة لولي، هي واحدة من تلك الأطعمة التي تم تطويرها في نيوزيلندا، وتتكون من مكونات بسيطة هي الفواكه وبسكويت الشعير والحليب والزبد. آيس كريم الهوكي بوكي من الحلوى الشهيرة في نيوزيلندا، وتصنع من العسل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.